سلام. المهم قريت بعض التعاليق انه الناس باغين ردوا قصه قبل النوم. المهم ردوا قصه قبل النوم. سلام، معكم اخوكم جمال الفا في سلسله قصه قبل النوم. المهم نبداو القصه ديالنا. كان واحد الولد تقرا في التكوين، مبلي بالحمام، عزازين عليه الحمام ديالو، مربي غير الحمام. كان مسخوط، ديما كيدخل الدار كينوض المشاكل، كيتناقش مع مو، كيتناقش مع بواه، كيحقر على اختو. كانت عنده واحد اختو درويشه، يعني داخله سوق راسها، ما كتظلم حد، ما كتجبد حد. وكان عنده واحد خو، وخواتاتو الاخرين مزوجين. المهم كانت عنده بليه وحده هي الحمام، هذيك هي البليه الوحيده اللي كانت عنده. كان فيما يجي من التكوين يلوح الطابليه ديالو، يلوح السكاره ديالو، ويطلع عند الحمام وبقى مريح معاهم في السطح حتى للمغرب، حتى يظلم الحال، تيسد على الحمام صافي كيمشي بحاله. واحد النهار مشى لعب كوره، ملي لعب كوره جا باش يدوس، مشى عند اختو بدا تيغوت عليها، ما سخنتيش ليا الماء وهادي وهادي وهادي، نوضي سخني ليا الماء، بدا تيغوت عليها. طلع باش يوكل الحمام، هبط سخنات ليه هي الماء، حطات ليه السطل ديال الماء سخون في الطواليت فين غيدوس. اين فوا هو دخل هز السطل خوا على راسو، هو يغوت ويغوت، لقى الماء طاي، هو يخوي على ظهرو. ملي خوا على ظهرو تحرق، خرج تيسب فختو و تيعاير، هو يصرفق. ديك الصرفقة ناضت امو كتغوت عليه، علاش ضربها، علاش هادي، خلط الماء نتا راسك، علاش تخوي الماء، واش نتا كتخلص علينا الماء. ناض صداع تبوه تيغوت عليه، ولا تيهز يديه عليهم وداك الشيء صافي، مشى سد عليه بيته هو يطيح ينعس، وما قدرش ينعس الليل كامل صافي، ناعس غير على كرشو، ظهرو كيحرقو. ناض الصباح، ملي ناض الصباح نسى ما عطاش للحمام الماكلة، خرج مشى كيجري. علاش؟ حيت ما نعسش بالليل. مشى للمدرسة، مشى للتكوين، لوز فيه تقريبا النهار كامل، ما ما تيبغيش يجي ياكل مع الدار، تيبغى يبقى في الزنقة ياكل. رجع في العشية تفكر بلي راه ما عطاش للحمام الماكلة، طلع جالس غادي تينقرز، طلع على السجنة، كيضرب على السجنة كيلقى واحد البنت جالسة لي وسط السجنة، وجالسة كتمشط في شعرها. ديك اللحظة خونا تشوكا، في ديك اللحظة عرف راسو بلي هذيك البنت راه ماشي بنادم، راه لقى جنية كتمشط في شعرها في السجنة ديال الحمام. هبط تيغوت، جنية واحد قوني واحد قوني، با ما داهاش فيه، مو كذلك، يقولك هذاك غير مسخور. مشى تيشد في خوه، نوض نوض اجي تشوف اجي تشوف اجي تشوف، خو ناض بزز. ملي طلع مع خوه للسطح ما لقى والو. ديك اللحظة اللي ما لقى والو قال لي راه ما كاين حتى شي حاجة، هو يطلبو قال لي عافاك عطيهم الماكلة، خاف خاف ملي شاف داك المنظر، خاف عطاهم الماكلة. هبط هو مع الدروج، مع ديك الدروج كيهبط تلقى واحد الجنية صغيرة في الدروج، شعرها مشعكك وجالسة كتضحك وكتلعب قدام الدروج، ما خلاتوش يهبط. الدري غادي حماق، غادي تسطى، عتقوني عتقوني شفت الشيء، هو يهرب ليهم، هرب برا، تبعو باه، تبعات امو، مالك ما مالك، دار الشوه في الحومة. جاو عندو الناس ديال الحومة قالوا ليه مالك، قال لهم شنو شنو، ما يقول ليه دي عند واحد الفقيه. هزو ديك اللحظة داو عند واحد الفقيه، داك الفقيه قال لهم راه ما عندو والو، راه ما عندو والو. جاو باش يدخلوه، الدري كان صحيح ما تيقدر عليه حتى شي واحد، جاو باش يدخلوه، عيط على خوتو، عيط على الدري ولا الدرب، والو ما بغاش يدخل، ما بغاش يدخل، بدا تيغوت. هو يقول لهم الفقيه قال لهم كتفوه. ديك اللحظه اللي كتفوه دخلوه وسط الصاله، جاب واحد السيد تيقرا عليه القران، عيطوا على خواتاتو، عيطوا على الناس. السيد غادي يخرج ليه العقل، هو مريح، الناس راه مريح، مريح بواه، مريح امو، مو جالسه كتسخر هي وختو على الناس، خواتاتو جاو اللي مزوجين، عيال رجال خواتاتو، الدراري صحابو. وان هذا منظر عادي اللي كيشوفو اي واحد، هو لا، هو كان كيشوف العائله ديالو مريحه ودايرين بهم الجنون، كلهم كيشوفو فيه، كلهم كيشوفو فيه الجنون. شاف شي مناظر ديال الحماق، تيغوت تيغوت تيغوت. واحد الوقيته بواه تعصب، قال لهم اش غنديرو، هذاك نخليوه هكاك مكتف ولا سدوا لي فمو راه فرع علينا راسنا. الوقيته اللي هو سمع غادي يسدوا لي فمو صافي سكت، قال لهم انا ساكت انا ساكت. و تيشوف داك المنظر غادي حماق،
واحد الوقيته وهي تجي عنده ديك اللي لقاها في السجن عنده كتمشى تشعرها. قالت لي كيف ما حرقتي لي عائلتي غادي نحرق لك عائلتك كامله. قال لها انا ما حرقت لكش ولا ما تعديتش. قالت لي حرقتيهم باش كنتي في الطواليت حرقتيني انا وولادي وهاو مولادي. وهي تجيب لي وليداتها كلهم مسلوخين. وقالت لي دابا غادي نفرجك. وقيتها باش يقدر يوقف ما قدرش حيت هو اصلا مكتف. شدات هي وهي تحط ليه ولادها كاملين فوق ركابي. جاوا باش يوقفوا من باش يوقفوا. جابوا ليه الطبيب قلبوا قال لهم السيد راه تشلل من رجلي ما تقدرش يوقف. هو ديك اللحظه راه كيشوف الوليدات ديالها جالسين كياكلوا ليه في لحمه وفي رجلي وتيشوف بعيني شنو واقع في الدار. بدات الدار بدات تتخرب شويه بشويه. المشكل اللي كان وقع لي في الطواليت كانت سدات الطواليت. شنو وقع؟ باهم قال لهم جيبوا المقاطع باش يسرحوا الطواليت زعما. حطوه واحد الوقيته هو حاضي مو جالسه كتنقي في الخضره. مع ديك كتنقي في الخضره وهي تقيسه بحال ما هكا وهي تضرب صبعها. ضربات صبعها بدات تتغوت. جات الاخت ديالها باش تعطيها جافيل غير باش تحيد الميكروب ولا شي حاجه عطاتها المقاطع. ان فوا خوات المقاطع الصبع ديالها مشى ناض الغوت ناض الصداع. جا الاب تيقول لها مالك ما مالك. قالت لي راه عطاتني المقاطع وداك الشيء هو يضرب بنته. مع ديك ضرب بنته راه عفا مني فهرس وليها وهي طيحت تسخف. جات لومبيلونس هزات البنت. ناض صداع ما بين الاب والولد. هو جالس يتفرش يقول لهم راه جنون كيلعبوا بكم راه جنون. صافي هو الاب هو يسهر شاد الحياه هادي شاد الحاله شنو هادشي اللي ولينا عايشين فيه. يعني كيشوف عائلته كتدمر بشويه بشويه قدامه هو كيحمار غادي يتسطى. يعني قالت لي كيف ما حرقتي لي عائلتي غادي نحرق لك عائلتك كامله قدام عينيك. والمصيبه الكبيره انه كان كيشوف اخته ديك الدرويشه اللي كان كيحقر عليها تيتكرفس عليها واحد قدامه وهي مسكينه ولات غادا وكطيح غادا وكطيح وهي ما عارفه والو. وراه كيشوف بعيني بلي راه كاين واحد الجن طالقاه ويتكرفس على اخته. واحد الوقيته صافي مل بدا كيغوت. قال لها بعدي من عائلتي ياك الحساب معايا انا بعدي من عائلتي قتليني ديري اللي بغيتي بعدي منهم ما تبقايش تكرفسي عليهم. قالت لي اها ملي كنتي صحيح وبخير ما كنتيش كتسوق ليهم كنتي كتدخل كتبقى تنهجر في ماك كتنهجر في باك وراني كنشوف كلشي. دابا عاد ولات عائلتي. قال لها اه بعدي منهم حشومه عليك حشومه عليك شنو بغيتيني ندير باش تسمحي لي شنو بغيتيني ندير. قالت لي ما عندك ما دير انا عاجبني الحال هاك وباغا نكمل هاك انت جلس وتفرج. السيد بدا تيبكي تيبكي ويز راسو السما وبدا كيطلب الله يا ربي اعطيني غير فرصه واحده يا ربي اعطيني غير فرصه واحده نصلح هادشي هذا كامل يا رب. وهي تشوف فيه ديك الجنيه وهي تتبسم. قالت لي بغيتي فرصه واحده اخرى؟ قال لي اه. قالت لي وانو تصلي؟ قال لي شنو؟ قالت لي انا تصلي. قال لي انت عاطيه ولادك شي ياكلوا لي في لحمي وبغيتي نصلي؟ قالت لي انا تصلي. وقف يلا وقف. مع ديك اللحظه مع فط على رجليه وقف هو ينوض ناض شو تلقى راسو تلقى راسو في بيت الناس وظهرو تيضرو. ناض بغا يوقف على رجلو بدا تيوقف على رجلو طار بدا تيجري. مشى لبيت النعاس تيدق على باه ومو فيق باه فيق امو قال لي با اش بغيتي عاوتاني المصيبه؟ ويقول لي بخير. هو يمشي عند الام. الام مسكينه تخلعات قالت ليه مالك اش بغيتي؟ انظر كيبقى ظهرك. قال لها انت انظر كيبقى صبعك. قلب صبعها ما لقى فيه والو ما فهم والو. هو يمشي تيجري عند اختو طلع لاختو لقاها ناعسه طلع لاخو لقاه ناعس رجع عندها قالت ليه امو مالك؟ قالت لي يا وليدي ما نعستيش البارح. قال لي علاش؟ قالت لي تحركتي البارح في ظهرك. ديك اللحظه فهم بلي انه القصه كامله اللي وقعت لي كانت مجرد حلمه. وفي ديك الوقيته عنق الام ديالو باس لا تطلب منا السماحه مشى عند الاب ديالو بغا يبوس ليدو قال لي بعد مني التوجيه لويل عنقو باس وطلب منه السماحه. باه بقى تيستغرب مش هذا الشيء. مشى هو يتوضا توضا صلى الفجر قال من اليوم غادي تغير الحياه ديالي. الصباح طلع للسجنة بغا يعطي الحمام الماكلة هو يلقى الجنية قالت لك مشات في شعرها. لا 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 هادي عزت هادي عزت ما لقى والو السيد ولا بخير. دري باش تكون ساعي شوية كتقلب.
المهم كانت هذه هي القصة ديالنا اليوم، كنتمنى انكم تكونوا خديتوا العبرة منها، واخا واحد القصة اللي راه في شكل المهم بغيتوا الخليعه والخليعه. يلا ما قلقى شي واحد تكتب لي بغينا قصة قبل النوم. مهم قصة كتمنى ان تكون القصة عجباتكم. كنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم، عفاكم بخطاجوا القصة مع الاصدقاء ديالكم اللي بغيتهم يستافدوا شوما كذلك وشوية يتخلعوا، وخا ما كاين شوية ديال الخليع ديال بصح مغلاش ندخلوا شوية في حاجة اللي في شكل. المهم شكرا لكم بزاف، دعمونا بالضغط على زر لايك، كتبوا لي التعليق ديالكم راه كنقرا التعليق تقريبا كاملة، ديروا اشتراك على القناة اللي كنت كتشاهدنا اول مرة. تلقاو فيديو اخر ان شاء الله، السلام عليكم.